مافيا تسمى التربية والتعليم في إيران. كتبت صحيفة جهان صنعت بشكل عام تكلفة قرطاسية الطلاب 2,000,000 تومان، لذلك وبحساب بسيط يمكنك أن ترى زيادة بنسبة 100% في سعر القرطاسية. ما هي العائلات التي تستطيع تحمل مثل هذه التكلفة؟ الراتب الأساسي للعامل 2,650,000 تومان. أين يجب أن يدفع المعلمون 3,000,000 تومان وممرضات وموظفون على مراتب وظيفية أقل وعمال موسميون ومجموعات أخرى بالكاد تدور عجلة حياتها؟ في هذه الأيام تتعرض 7 فئات من المجتمع الإيراني لسوء التغذية وموائد الناس أصغر بنسبة 37% عن العام الماضي. وفي مثل هذه الحالة فإن تكلفة 2,000,000 تومان من القرطاسيات لا يمكن توفيرها بالنسبة لعديد من هذه العائلات. وكتب موقع تجارة نيوز على الإنترنت أن بعض الناس في المجتمع يفضلون عظم الدجاج والظأن على اللحوم، وأضافت كل الإحصائيات والاستطلاعات تظهر أنه إذا لم يتم السيطرة على التضخم الجامح إلى جانب البطالة فإن الإيرانيين سيعانون من سوء تغذية خطير في السنوات المقبلة. هذا الوضع يجبر عددا كبيرا من الطلاب على الانقطاع عن الدراسة، وتتحول الإثارة في بداية العام الدراسي إلى حزن عليهم.